محطة النقل البري للشمال واحدة من أكبر محطات النقل في تونس الكبرى، إذ تأم ما يفوق 1000 سيارة أجرة وتستقبل يومياً 1000 المسافرين. إلا أن الظرف هنا لا يعكس قيمة المحطة وأهمية دورها. فوضى موجودة كمحطات، ما عندناش محطات. المحطة اللي تشوفها تو شايحة إجاها فجتها تلقاها تعوم عمان بالماء وحاجك الطبعة للركبة، حتى اللي يجيب حوايجه يكون نظاف يطلع بهم مسخين. فوضى كبيرة هنا في المحطة هذي، ثم فوضى، فوضى عارمة اللي غالب صاحبه يعبيه هو. نحن لم ما ثماش حتى لم ما يدورش ما يلعبش في البلاصة هذي خلاص، ولا هو بيدو خايف يهرب من هنا. ضيق المكان وسوء تنظيمه وغياب التهيئة ليس الشاغل الوحيد لأصحاب سيارة الأجرة، فارتفاع الأداءات وأسعار البنزين أثقل كاهلهم أيضا. بالنسبة للأداءات اللي عنده المجاز تونس يخلص نفس الأداءات اللي عنده بنزرت تراس جدير، اللي عنده بنزرت تراس جدير عنده 33 نقطة ويخلص 40,000 تاكس ويخلص الباتين ده نفس اللي يخلصها المجاز تونس. معناتها هنا نعمل باجة تونس وقداش نصب مازون نصب في 30,000 روتو، وهو يقول لك مش نزيد المازون، مش نزيد مازون وين؟ في مركز بلاصة بقداش 1250، معناتها الشطر اللي نشتهزه انت الباجة تصبوا مازوت وتروح. اسناد الرخص وكراؤها وان كان لاصحاب المهنة مسؤولية فيه، فهو اشكال قائم الذات ويتطلب حلا. بالنسبة لي انا اخذت رخصة جديدة، طلبت من نسكن معناها تابع ولاية باجة، طلبت باجة والمجاز والمعتمدات بتاعها، وافقوا لي على المجاز تونس برك. بينما كنت تشوف انت تو اعطوني رخصة مجاز تونس، عندنا تو 1000 كهرباء فيها للمجاز، معناها ما لقيتش كيفاش نخدم معاهم، لان لازم نطلبوا من الوزاره تشوف لنا حل في الرخص الجديده هذه. فيها تحيه الكبير ياسر حكايه هذه كريان الرخص، والقانون نتاعنا يبقى ديما بال معناتها الاوراق نتاع الكهرباء يبقى ديما باسم مول الرخصه، والكاري هو اللي يدفع الفلوس. محطة النقل البري للشمال أو محطة باب سعدون ليست سوى عينة من بين 100 المحطات في تونس التي تشكو سوء الظرف وتعطل تفعيل الإصلاحات اللازمة لحسن سير القطاع. قطاع سيارات الأجرة في تونس أو ما يصطلح عليه باللواج، وأن بدا ظاهر الأمر مورد رزق جيد، إلا أن العاملين به يعانون عدة مشاكل، أهمها غياب إطار منظم للمهنة مما يجعل منها مرتعا للفوضى. سليم الحاج إبراهيم، قناة المتوسط، محطة لواجات باب سعدون.